الأولى من نوعها، تدريبات عسكرية روسية جزائرية في روسيا، المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا الاتحادية والمطلة على منطقة القوقاز، تستضيف أولى تدريبات تكتيكية بين الجنود الجزائريين وزملائهم الروس. ما هي أبعاد هذه التمرينات وأهميتها بالنسبة للجيش الجزائري؟ وماذا تضيف إلى التعاون العسكري المتنامي بين البلدين؟ وهل يمكن وضعها في سياق تطورات المشهد الإقليمي الاستراتيجي في منطقة شمال إفريقيا؟ مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في أبعاد روسية. لنتعمق أكثر في هذا الموضوع وأبعاده، نرحب معنا من موسكو بالسيد فلاديمير يفسييف، الخبير والباحث العسكري، وسينضم إلينا من الجزائر العقيد المتقاعد رمضان حملات، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بضيفينا الكريمين، أو بالأحرى بالضيف الكريم بداية، ربما سينضم إلينا الضيف الآخر بعد اللحظات. أستاذ فلاديمير، طبعا السؤال بديهي وطبيعي، لماذا الجيش الجزائري ولماذا التدريبات في منطقة القوقاز، يعني جمهورية أوسيتيا الشمالية، تجري أو تستضيف هذه التدريبات؟ يعني كيف ترى أهمية هذا الحدث؟ أهمية هذه المناورات هي كبيرة للغاية، والتدريبات العسكرية، لأن هذه ليست بداية التعاون العسكري التقني بين البلدين، بل هذا التعاون هو يتطور ويزداد بين البلدين. فالجزائر اليوم هي أكبر مشتري الأسلحة الروسية، والآن نحن ننتقل من التعاون التقني الفني إلى التعاون العسكري المباشر، وهذا الأمر كنا ننفذه في السابق. مثلا كانت هناك مشاركات في الألعاب العسكرية، غير أن هذا لم يكن كافيا. نحن نحتاج ولو على المستوى التكتيكي، ولو بأعداد محددة من العسكريين من الجانبين، ولكنهما سيقوموا بتنفيذ المهام التي تشكل أو تمثل مشاكل بالنسبة لروسيا في القوقاز أو للجزائر، مثلا كمهام مكافحة الإرهاب. وفي هذا في هذه الناحية الجزائر لديه خبرة كبيرة للغاية في مواجهة الراديكاليين والعناصر الإسلامية الراديكالية، وروسيا لديها خبرة في هذا المجال أيضا، ويمكنها أن تقدم هذه الخبرة وتتشاطرها مع الجزائر في هذا السياق. أي أن هناك مهام رئيسية محددة، فضلا عن ذلك هناك النظر في المهام التي لم يكن يعلن عنها سابقا أو لم تصدر سابقا، والتي قد تظهر في الأفق وفي المستقبل، وهي المقصود بها إمكانيات الإرهابيين الإسلاميين والراديكاليين وإمكانية استخدامهم لأنواع محددة من الأسلحة البيولوجية أو السامة المختلفة. ومن وجهة النظر هذه، هناك حاجة لإيجاد الإمكانية والطرق التي يمكن بها مواجهة هذه التهديدات، أي أن هناك تهديدات جادة وحيوية ومهمة علينا أن نقوم بها بشكل مشترك، بمواجهتها بشكل مشترك. نعم، سيادة العقيد سيد رمضان حملات، مرحبا بكم. عفوا لم يأتي بعد الصوت مع العاصمة الجزائرية. نستمر مع الضيف الروسي السيد فلاديمير. أستاذ فلاديمير، يعني طبعا جزئيا قد أجبت عن السؤال عن جغرافيا هذه التدريبات، ولكن لو نفهم أكثر، لماذا في هذه المنطقة تحديدا؟ لأنه ما سمعنا من التقديرات والآراء للخبراء العسكريين بأنه تضاريس هذه المنطقة مشابهة لربما إلى حد ما التضاريس الجزائرية، وحضرتك أشرت فعلا أنه أحد السيناريوهات أو إحدى الخطط لهذه التدريبات مواجهة التشكيلات المسلحة غير الشرعية، أو بلغة أبسط الجماعات الإرهابية. يعني ما أهمية هذه التمرينات في هذه النقطة تحديدا برأيك؟ إذا تحدثنا عن الجزائر فنقول
أنها أراضي أو أن أراضي الجزائر والمنطقة التي تجري فيها التدريبات اليوم تشابه من حيث التضاريس الإقليم الجزائري. وأخذا في الاعتبار التهديدات الإرهابية التي ظهرت في منطقة القوقاز وخاصة بعد الحرب الأخيرة في كرباح والتي ظهرت تهديدات إرهابية فيها، وكذلك أخذ في الاعتبار الأحداث في سوريا والتي واجهت فيها روسيا عناصر إرهابية من هذه المنطقة، أيضا تدفع روسيا لإجراء هذه التدريبات التي تلبي مصالح روسيا ومصالح الجزائر. نعم، كثيرا ما نسمع عن أن عندما تكون هناك مثل هذه التمارين سيد فلاديمير يتم تبادل الخبرات أو الخبرات العسكرية للجيشين، يعني كيف، ما هي الفائدة العملية من هذا التبادل، وهل ربما الجيش الجزائري يتضرب أكثر منه، يعني أو بالأحرى يعني هل الجيش الروسي فلنقل يدرب الجنود الجزائريين، أم هذا يعني التصور أو هذا يعني الطرح ربما ليس دقيقا تماما، بأنه الجنود الروس أيضا يتعلموا بعض الأشياء من الجنود العسكريين على الأقل ناحية طريقة استخدامهم للسلاح الروسي، لأنه التسليح الأساسي في الجيش الجزائري هو التسليح الروسي. نعم، أنتم محقون فيما قلتوه، الجزائريون يمكنهم أن يتعلموا شيئا ما من قواتنا، خاصة فيما يتعلق بالأساليب الجديدة لتنفيذ المهام القتالية، وهذا الأمر الذي يمكن أن نظهره على الأقل على مستوى الكتب الكتائب التكتيكية، وهذه كذلك هناك أيضا إمكانية المصاحبة بالنيران في هذه مصاحبة تدريبات المجموعات التكتيكية، وكذلك عملية التغطية بالنار، وكذلك استخدام مختلف الوسائل والأساليب الجديدة. وروسيا لديها في هذه المجال في هذا المجال خبرة كبيرة وإنجازات كبيرة للغاية متنوعة، ولديها كذلك أنظمة يتم إدارتها ليس والتحكم فيها ليس من بواسطة الأفراد، بل هي عبارة عن أنظمة ذاتية التحكم وذاتية الإدارة. وكذلك الجزائريون لديهم خبرة كبيرة جدا في مكافحة الإرهاب، لذلك يمكن لروسيا هنا أن تتعلم بعض الطرق والوسائل التي أتقنها الجانب الجزائري فيما يتعلق بتحرير الأراضي وإفراغها من العناصر الإرهابية، وروسيا لم تحدث فيها مثل هذه الأمور، لذلك هنا ما يمكن تعلمه مع من الجانب الجزائري. فضلا عن ذلك يمكن العرض أو تقديم النماذج الأسلحة الروسية وكيف تعمل في أرض المعركة وفي أرض الواقع أقصد هنا، وهذا يوفر أرضية كبيرة لتبادل الكثير من الاتصالات بين الجانبين، وهذه الاتصالات من السهل بنائها بين العسكريين بشكل مباشر، تحديدا عندما يرون في اتصال مباشر أو في عمل مشترك كيف يمكن مكافحة الإرهاب أو كيف يمكن استعراض الأسلحة وكفاءتها. طيب سيادة العقيد سيد رمضان حملات، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، أتمنى أنكم تسمعوننا جيدا. إذا قراءتك لأهمية هذه التدريبات، فخطة هذه التدريبات تقول عن محاكاة، تحاكي هذه المناورات إجراءات تكتيكية للبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية وكشفها والقضاء عليها، التنقيب عن العبوات الناسفة وإبطالها، إجراء الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في المباني وعلى الأرض. كيف تقرأ خطة هذه التدريبات حضرتك؟ أولا هذه التجربة الأولى من نوعها بين الجيش الجزائري والجيش الروسي، واختيار أوسيتيا الشمالية كان اختيار مميز وجيد جدا نظرا لطبيعة الأرض التي توجد فيها هذه الجمهورية التابعة لفدرالية روسيا. فالجزائر اكتسبت خبرة كبيرة في إطار مكافحة الإرهاب، وخاصة أن الإرهاب في التسعينيات كان يعشش كثيرا في المناطق الجبلية،
وجورجيا عفوا والقوقاز هي منطقة جبلية تشبه كثيرا بالتضاريس التي كسبنا منها خبرة كبيرة في إطار مكافحة الإرهاب، وبالتالي سيكون هذا العمل المشترك تبادل للخبرات بين الجيشين، وخاصة أن روسيا هي الأخرى عانت من ظاهرة الإرهاب منذ سنوات، واليوم أصبحت روسيا رائدة في مكافحة الإرهاب بتواجدها في مناطق يعني يعيش الإرهاب فيها بكثرة، وخلق العديد من التوترات والمناطق اللاأمنية خاصة في الشرق الأوسط وبالتحديد في سوريا. ونعرف كذلك أن روسيا عانت من هذه الظاهرة في تشيتشينيا وفي بعض الدول الإسلامية الجنوبية والجنوبية الغربية لروسيا التي ظهرت فيها مجموعات إرهابية في العقود الماضية، خاصة داغستان وتشيتشينيا وأوسيتيا وغيرها من الجمهوريات المتواجدة في الجنوب الروسي. إذن هذه المنطقة تساعد على تبادل الخبرات بين الجيش الجزائري الذي كسب كما قلت خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب في المناطق والتضاريس الوعرة، وبالتالي سيستفيد الجنود الروس من هذه الخبرة، كما يستفيد كذلك الجيش الجزائري من خبرة الجنود الروس في مكافحة الإرهاب في المدن وخارج المدن في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية المتشددة. أما كذلك هناك شيء آخر وهو مميز بالنسبة للجزائر أو الجيش الجزائري، هو الاحتكاك بأعتى قوة في العالم واكتساب الخبرة اللازمة في استخدام مختلف الأسلحة التي تستخدم في مكافحة الإرهاب، إلى جانب الجيش الروسي الذي هو صاحب هذه الأسلحة وبالتأكيد أنه هو الذي يستخدمها أحسن استخدام، مهما كانت يعني قوتنا في استخدام المنظومات الأسلحة الروسية وتمكن الجيش الجزائري من استخدامها بكل أريحية وبشكل جيد للغاية. وأنا ضابط قديم في الجيش الجزائري، وكنا دائما نستخدم المعدات الروسية في تنفيذ المناورات وفي تنفيذ الأعمال ضد المجموعات الإرهابية في الجبال غير ذلك، فنستخدم هذه الأنظمة وهذه الأسلحة بشكل جيد ونتقن استخدامها بشكل جيد. إذن هناك يمكن أسلحة جديدة اليوم مع تطور التكنولوجيا وتطور طرق استخدام التكتيكات المختلفة للإرهاب، هناك أسلحة أو منظومات أسلحة جديدة عند الأشقاء الروس يمكن اكتشافها لأول مرة خلال هذه المناورة، وبالتالي سنتعرف عليها أكثر وسنستغلها أكثر في المستقبل القريب. وهذه كلها تدخل في إطار تعاون قديم بين روسيا يدوم من وقت الاتحاد السوفيتي إلى يومنا هذا، فالعالم كله يعرف قيمة التعاون العسكري الجزائري الروسي، وحتى هذا التعاون أقلق في بعض المرات أوروبا وغير أوروبا، وحتى ولو كان هذا القلق يعني زايدين شوية في هذا القلق نتاعهم، فهو تعاون تقليدي، تعاون جيد وتعاون عسكري كما يتعاون مختلف دول العالم. ولكن دعني أقول لك أن هذه خطوة يمكن تتلوها خطوات أخرى، ولما لا روسيا تتخطى البحار والمحيطات كما عملت أمريكا من أجل بناء تحالف عسكري متين مع الجمهورية الجزائرية، والتي تحتل موقع جيوستراتيجي هام يمكن روسيا أنها تبني تحالف يا إما في اتجاه الجنوب يعني في اتجاه عمق إفريقيا أو في اتجاه شرق الشمال الإفريقي. تمام. واليوم العالم كله مبني على التحالفات الاقتصادية والعسكرية. أظن أنها هذه خطوة ستنادي إلى خطوات أخرى في المستقبل من أجل تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي وفي مختلف المجالات الأخرى. لا ننسى التعاون التجاري الذي ارتفعت الصادرات الروسية إلى الجزائر بمرات ومرات وبمئات المرات منذ 2001 إلى يومنا هذا، منذ أن اتفق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مع الرئيس بوتين في إمضاء
هذا شق عفوا على المقاطعة، هذا شق آخر من التعاون الروسي الجزائري الشامل. دعونا يعني نختزل النقاش فيه والحوار في البعد والشق العسكري بدرجة رئيسية. أستاذ فلاديمير ضيفنا في موسكو، يعني بالمناسبة يعني على ضوء هذه الأشكال الجديدة للتعاون العسكري بين روسيا والجزائر، يعني لافت كذلك أنه من الخطط العسكرية للتعاون الدولي لمنطقة والمنطقة الجنوبية العسكرية الروسية وحدها، يعني هذه المنطقة وحدها تنوي في عام 2021 أن ترى مشاركة للعسكريين الآخرين من الدول المختلفة كأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأرمينيا، طبعا الجزائر، الهند، كازاخستان، باكستان ومصر. يعني إلى أين برأيك هذه الزيادة الملحوظة للتعاون الروسي العسكري مع الدول الأجنبية خاصة الدول الإفريقية، يعني بهذه الأشكال الجديدة التي ربما، لأن هذه التدريبات تحديدا ربما تلعب دورا مهما في خلق ثقافة تشاركية بين الثقافتين العسكرية الروسية أو العسكرية الجزائرية وغيرها من الدول التي تحضر لتشارك في مثل هذه التدريبات على أرض روسيا، أو ربما تشارك قوات روسية على أرضها في مثل هذه التمارين التكتيكية. أعتقد أن علينا أن نبدأ في تعزيز التعاون العسكري تحديدا، وهذا التعاون العسكري لابد أن يشمل مختلف أنواع القوات المسلحة، وأنا أعتقد أن هذه البداية هي بداية لتعاون جيد للغاية، وأتمنى أن تبدأ هناك عملية تبادل السفن الحربية سواء من سفن المجموعة الروسية الموجودة الآن في البحر المتوسط عبر الدخول إلى الموانئ الجزائرية، وكذلك دخول السفن العسكرية الجزائرية إلى الموانئ الروسية، لأن هذه ستكون خبرة جيدة للغاية، وحتى بداية التعاون بين القوات البحرية من الجانبين. ويمكن كذلك إجراء تدريبات مشتركة كالتي تجري الآن في شمال القوقاز، وكذلك فيما يتعلق بمحاكاة مكافحة القرصنة وكذلك مكافحة الإرهاب وتقديم المساعدة للسفن التي تتعرض لعملية غرق أو لإزالة الألغام البحرية، أي تنفيذ الأهداف والمهام العسكرية التي تعزز من القدرات القتالية والدفاعية للجانبين. لذلك أعتقد أن التعاون بين روسيا والجزائر في مجال القوات الجوية وكذلك الدفاع الجوي أيضا هام للغاية. روسيا لديها قدرات كبيرة سواء فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الصاروخية المختلفة كالمتوسطة ومتعددة المدى ومختلفة المدى، وكذلك فيما يتعلق بتدريب عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، ويمكننا أن نستخدم هذه القدرات في التعاون مع القدرات أو في تعزيز القدرات القتالية للجانب الجزائري، وهذا أيضا سيحسن قدرات الجانبين في مكافحة الإرهاب وكذلك في عملية ردع الدول غير الصديقة أو الخصوم المحتملين، لأن هذا يقول إجراء مثل هذه التدريبات يقول بأن بلدينا مستعدتين للتعزيز والتقارب الكبير بين الجانبين في هذا المجال. لذلك علينا أن ننظر إلى أفعال الولايات المتحدة الأمريكية وما تقوم به مثلا الآن في تونس، وكذلك هناك مشاكل كثيرة مرتبطة بعدم تسوية الأزمة الليبية. هناك أيضا الكثير من الصراعات في شمال إفريقيا، لذلك أنا أفترض أن الجزائر يمكنها التعويل على المساعدة الروسية في حالة ما احتاجت الجزائر إلى هذه المساعدة، وفي الوقت نفسه
فإن مشاركة الجزائر في مثل هذه التدريبات التي تجري في روسيا الاتحادية ستوفر الفرصة للحصول على الخبرة ولتشاطر الخبرة مع روسيا، خاصة وأن روسيا لديها خبرة كبيرة في مجال الكتائب التكتيكية، وهذه الخبرة موجودة فقط لدى روسيا والولايات المتحدة، لذلك يمكن للجزائر أن تستقي هذه الخبرة، خاصة التي تستخدم فيها الروبوتات والتي تستخدم فيها المعدات التي تعمل بشكل ذاتي والتي ذاتية التحكم والتي تستخدم بشكل آلي أكثر من دون استخدام العنصر البشري. عفوا على المقاطعة، دعونا نعود مع ضيفنا في الجزائر. سيادة العقيد، سيادة العقيد إليك مجددا، يعني دعونا نأخذ البعد الإقليمي وربما أو الشق الأكبر أو الأوسع من هذه التدريبات. معروف أنه في يوليو تموز الماضي زار الفريق السعيد شنغريحة رئيس أركان الحرب الجزائرية موسكو، والتقى مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر موسكو للأمن الدولي المهم. وسائل الإعلام المغربية، وسائل الإعلام المغربية في حينها غصت بآراء خبراء ومطلعين على الأمور العسكرية الذين ربطوا هذه الزيارة وهذه التدريبات التي تم الإعلان عنها تقريبا في هذه الفترة أنها تأتي ربما أو سيأتي في سياق مناورات أخرى كبيرة ومهمة، اللي هي مناورات الأسد الإفريقي التي أقامها الجيش الأمريكي بالتنسيق مع القوات المسلحة المغربية وفي أراضي المملكة المغربية. الآن يربطون بين هذين الحدثين الروسي الجزائري الأصغر بطبيعة الحال، ولكن يضعونه في سياق هذه المناورات التي جرت في أرض المغرب. هل هذا صحيح برأيك؟ هل هناك رابط بين فلنقول هذه المناورات وزيادة التعاون العسكري الجزائري مع روسيا، هكذا نسميه؟ يعني هو صحيح أنه التعاون الجزائري العسكري يقلق كثيرا الغرب بشكل عام، وعلى رأس الغرب أمريكا، وكذلك حلفاء أمريكا من الدول العربية وخاصة الدول المجاورة. فدائما هاجس المغرب هو تزويد روسيا للجزائر بمنظومات أسلحة جد متطورة ذات تكنولوجيا جد عالية. فنحن نمتلك اليوم من أحسن منظومات الدفاع الجوي عن الإقليم في العالم، وكذلك نمتلك غواصات من صنع روسي من أحسن الغواصات في العالم. وبالتالي هذا التعاون من يقلق المغرب، ويربط دائما أي علاقة عسكرية بين روسيا والجزائر إلا بـ يعني شيء ما ينظم ويجهز ويسلح من أجل الاعتداء على المغرب. ومن هنا أنا أقول أن الجزائر ليست لها سياسة توسعية، وإنما هي في حالة بناء منظومة دفاعية تسمح لها بالدفاع عن أراضيها وبالدفاع عن ممتلكاتها وبالدفاع عن خيراتها وبالدفاع عن وطننا العزيز. إذن هذا حتى نكون واضحين. أما الزيارة التي قادها السيد شنغريحة إلى موسكو مؤخرا، فهي تدخل دائما في إطار الزيارات المتبادلة بين القيادات العسكرية للبلدين من أجل تعزيز الروابط وتحسين العلاقات بين الجيشين والرفع من منسوب التعاون العسكري بين لكن الجيشين. هل سيادة العقيد، عفوا على المقاطعة مرة أخرى، هل تعتقد أنه ما يقوم به المغرب يقلق الجزائر؟ لأنه يعني عندما انطلقت هذه التدريبات أي الأسد الإفريقي، اطلعنا على بعض التقارير الخطيرة حقيقة، يعني ومنها مثلا ما نشرته في حينها مجلة The Military Watch المتخصصة لأخبار السلاح في أخبار السلاح والشؤون العسكرية، أشارت إلى أن هذه التدريبات الأسد الإفريقي 2021 تحاكي بشكل ملحوظ هجمات على بلدين خيالي خيالي خيالين
خلاييين وكلاهما كان يقعان على أراضي الجزائر. أيضا أشارت المجلة في حينها أن أنواع الأسلحة التي طبق المشاركون في تدريبات الأسد الإفريقي الهجوم عليها هي أسلحة S-400 بعيد المدى وأنظمة الصواريخ الجوية ربما الأخرى المتطورة الموجودة في الجيش الجزائري وهي أسلحة روسية بشكل أساسي. نعم، شوف، من حق المغرب أن يناور على أرضه مع أي دولة كانت، ولكن بصراحة نحن المغرب لا يخيفنا ولا يقلقنا ولا يزعجنا بعملياته العسكرية داخل أرضه ولا حتى تلك الدول التي من خلفه. فنحن نبني دولة على أسس صحيحة، وهذه الدولة يجب أن تكون تمتلك ثلاث قوى لا يمكن أن تنفصل واحدة عن الأخرى، أن تكون لنا قوة سياسية في المنطقة، قوة اقتصادية، وخاصة القوة العسكرية. وهذا ما نعمل عليه نحن في الجزائر من أجل أن تصبح الجزائر صلبة أمام أي عدوان كان، ليس فقط من المغرب. وفي حصة من حصص تلفزيونية في الجزائر أنا قلت حينها، وهذه منذ 3 أو 4 سنوات، التسليح الجزائري والمنظومات خاصة للدفاع الجوي عن الإقليم المختلفة المستويات، يعني هناك تكتيكية واستراتيجية، نعم، فليست موجهة لبلد صغير كالمغرب، وإنما موجهة لدولة التي تمتلك عدد ضخم من الطائرات. إذا نحن بكل صراحة المغرب لا يقلقنا، فلنا ما لنا من قوة من أجل الدفاع عن نفوسنا. شكرا. وما يهمنا اليوم هو توطيد وتوطيد العلاقات مع روسيا، لأنه تقريبا كل منظومات الأسلحة الموجودة في الجيش الجزائري نعم هي منظومات روسية، ونحن في حاجة إلى التعاون أكبر وأكثر مع روسيا من أجل بناء قوة في المستقبل أكبر مما هي عليه اليوم. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا حول موضوع التدريبات العسكرية المشتركة الروسية الجزائرية وأبعادها. نشكر ضيفنا في الجزائر العقيد المتقاعد رمضان حملات، الخبير العسكري والاستراتيجي، ونشكر ضيفنا في موسكو فلاديمير يفسيف، الخبير والباحث العسكري. مشاهدين لكم جزيل الشكر على طيب المتابعة. دائما أنتم في هذا البرنامج مع أبعاد روسية جديدة ومتجددة. إلى اللقاء.